قرابة 500 رسمة قدمها الفنانون في الملتقى الدولي السادس الكاريكاتير الذي عقد في قصر الأمير طاز بالقاهرة. هذا الملتقى الذي ضم مشاركين من نحو 71 دولة كلهم حملوا رسالة واحدة هي الثقافة التي كانت عنوان هذه النسخة من الملتقى. هذا الملتقى بيتعمل سنويا وأصبح له واقع جامد جدا في الدول العربية كمان، حتى إن هم عملوا في الكويت كده يوم زينا يعني، وعملوا في بلاد كتير. حاول عدد من رسامين الكاريكاتير حول العالم في هذا المعرض أن يقربوا الصغار والكبار لقراءة هذه الوريقات الصغيرة التي بها نستطيع أن نكون مخزون ثقافي رائع وحجر أساس لدولنا العربية. وحلت الكويت كضيف شرف في هذه الدورة، حيث عدد من المشاركين الكويتيين الذين اعتبروا المعرض يمثل محفلا فنيا تنصهر الأفكار خلاله لتفيد الثقافة العالمية. كنا في السابق نشارك كأفراد، لكن اليوم بعد تأسيس جمعية الكاريكاتير الكويتية صرنا مشاركين اليوم، وهذا يعني معرض استثنائي للكويت ان احنا نكون ضيوف شرف في هذا الملتقى. ولم تغب عن التواجد لوحات الكاريكاتير التي جسدت ملامح حياة الراحل نجيب محفوظ وأعماله كأحد رواد الثقافة في العالم العربي. رسمة في بعض من أعماله عبارة عن شريط فيلم مطلع أعماله زي قصر الشوق وبين القصرين والسكرية وتوت والنبوت، ده بس عشان أوضح إيه الأعمال المهمة اللي كان بيعملها اللي أثرت في الناس كلها. ويأمر القائمون على الملتقى والمشاركون فيه أن يؤدي فن الكاريكاتير خلاله هدفاً سامياً ينعكس على تنمية الوعي والإبداع عبر هذه الرسومات الساخرة. هي إذن رسالة يبعث بها فنان الكاريكاتير من خلال هذه الرسومات، مفادها أن الثقافة قادرة على إعادة بناء مجتمعات قوية وعلى مستوى عالي من التقدم الفكري. أحمد مصطفى الغد، القاهرة.